الكنيسة الكلدانية في لبنان من الكنائس القديمة العهد فيه، وتنتمي إلى قائمة الطوائف المعترف بها رسميا على مساحة الوطن. يحاول هذا العرض الموجز أن يسلط الضوء على تاريخ أبرشية بيروت الكلدانية وعلى واقعها الحاضر، مستشرفا المستقبل الواعد وواثقا بقوة العناية الإلهية رغم الصعاب المتتالية والتحديات الكثيرة. تنتمي الكنيسة الكلدانية إلى الكنيسة الكاثوليكية الجامعة، وتفتخر باستعمالها اللغة السريانية بلهجتها الشرقية، وهي من سلالة اللغة الآرامية التي نطق بها السيد المسيح له المجد. يتوزع أبناء الكنيسة الكلدانية حالياً في العراق وتركيا وسوريا وإيران ولبنان، بالإضافة إلى الكلدان المتواجدين في أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وجورجيا ومصر والأردن وغيرها. يرأس اليوم الكنيسة الكلدانية في العالم غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو الكلي الطوبة، يعاونه أعضاء السينودس المقدس. يعود الوجود الكلداني في لبنان إلى حوالي العام 1869 على ما تذكر الوثائق التاريخية، وقد عين أول كاهن كلداني في لبنان في سنة 1882 وهو الخوري لويس أخرس، بعد أن توجهت أنظار عناية المثلث الرحمات البطريرك يوسف أودو إلى كلدان لبنان خلال سفره إلى روما للمشاركة في جلسات المجمع الفاتيكاني الأول، إذ عرج على بيروت ووقف على أحوال العائلة الكلدانية المتواجدة فيها. إثر تتالي المحنة والحروب والآفات وصنوف الضيقات، وهربا من القحط والجوع والجفاف وعاديات الزمن التي أودت بحياة أعداد لا تحصى من المسيحيين، كثرت الهجرة إلى لبنان وازدادت أعداد الكلدان فيه، وقد عين حينها أول زائر بطريركي كلداني في ديارنا وهو الخوري يوسف يونان الطويل سنة 1895. اشترى البطريرك يوسف عمانوئيل الثاني توما قطعة أرض لكي تكون مقراً للكلدان في لبنان عام 1906 في منطقة الرميل. في هذه المرحلة خدم أبناء الطائفة الكلدانية في لبنان الخوري منصور كرياكوس الذي درس في إكليريكية غزير وارتسم كاهناً سنة 1909 قبل هبوب الحرب العالمية الأولى التي كانت مفترقاً هاماً في تاريخ الكنيسة والبلاد. ثم عقبه الخوري يوسف تفنكجي عام 1927 وهو أول من شيد كنيسة للكلدان في العاصمة بيروت عام 1930. ابتدأ العمل على تشييد كنيسة تحمل اسم القديسة تيريزيا الطفل يسوع في منطقة رأس النبع بمساعي الخوري يوسف نعيم الذي كان قد افتتح بجوارها مشغلا للتطريز سنة 1924 باسم المعمل الصناعي الوطني الكلداني في بيروت في زقاق البلاط، وذلك بهدف تشغيل المهاجرات واليتيمات وتعليمهن أصول الخياطة والتصوير والمصنوعات الشرقية.
يشار أيضا إلى أنه قد تم تشييد هذه الكاتدرائية برعاية البطريركية الكلدانية وهمة الخور يوسف تفنجي والأب شانتور رئيس الرسالة اليسوعية في لبنان آنذاك، ومساندة حكومة فرنسا ودعم قداسة الحبر الروماني البابا بيوس الحادي عشر الطوباوي. وقد دشنت عام 1962 في 13 أيار بعهد غبطة البطريرك بولس الثاني شيخه المثلث الرحمة وحضور رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك فؤاد شهاب، وقد كرسها حينها المغفور له المطران جبرائيل نعمو بحضور كنسي وسياسي وشعبي كثيف. تعاقب على خدمة الكنيسة الكلدانية في لبنان عدد من الأساقفة الأجلاء، كان أولهم المطران جبرائيل نعمو عام 1939، وقد خدم أبناء الكنيسة بكل أمانة وتفان. في عهده استقلت أبرشية بيروت الكلدانية عن سوريا عام 1950. تسلم المطران جبرائيل كني عام 1964 زمام أبرشية بيروت الكلدانية، وقد خلفه المطران رفائيل بيداويد عام 1966. خلال هذه الحقبة خدم الأبرشية عدد من الآباء الكهنة الأفاضل، نذكر منهم الأب عمانوئيل رامو والأب أغسطين صادق والأب هيرمز أيزو والمونسنيور لويس الديراني والمونسنيور ميشيل قصرجي. وفي هذه المرحلة أيضا تم تأسيس مركز بابل للدراسات الكلدانية والمشرقية، وكان قد سبقها إصدار مجلة بابل الفصلية عام 1962. عام 1989 أصبح المطران بيداويد بطريركا على الطائفة الكلدانية إلى أن توفي سنة 2003، وتحتضن مدافن كاتدرائية الملك روفائيل في بيروت رفاته الطاهرة. خلف المطران يوسف توماس البطريرك روفائيل بيداويد في رئاسة الكنيسة الكلدانية في لبنان سنة 1996 حتى تاريخ وفاته سنة 2001. منذ عام 2001 إلى يومنا الحاضر يرعى أبرشية بيروت الكلدانية سيادة المطران ميشيل قصرجي. وضع المثلث الرحمات المطران روفائيل بيداويد حجر الأساس لكاتدرائية الملاك رافائيل ودارة المطرانية في بعبدة برازيليا التي بدأ العمل بها سنة 1980 واكتمل حوالي العام 1985. وقد جاءت هذه الكنيسة آية من الجمال والذوق في الهندسة المعمارية المحافظة على الأصالة التاريخية المتجذرة في التراث البابلي بروعة زجاجياتها الأيكونوغرافية وفرادة نواقيسها المتنوعة النغمات وشموخ برجيها البابليين المتصدرين بناءها الجميل. دارة المطرانية وهي تقع بجانب كاتدرائية الملاك رافائيل في بعبدة برازيليا، وتتألف من 6 طوابق وتحتوي على دوائر المطرانية والمحكمة الروحية ومكاتب الإكليروس ومكاتب المجلس الأعلى والجمعية الخيرية ورابطة الشبيبة الكلدانية ومكان سكن راعي الأبرشية والكهنة. كهنة الأبرشية. تعاقب على خدمة هذه الأبرشية عدد من الكهنة الأفاضل، ذكرنا بعضهم ونذكر منهم أيضا الأباء أغسطين جزراوي، ماهر ملكو وهاني عيسى، جوزيف ملكون وفرانسيس الراهب، توماس بهنام، فراس دردل وروني حنا، والمرحوم الأب دنحة يوسف والأب آيزن إيليا والأب يوسف خالد، والشماس الإنجيلي المرحوم جورج شمعون، والشماس الرسائل المرحوم جورج سمعان حناوي، كما يخدمها اليوم تحت رعاية صاحب السيادة المطران ميشيل قاصرجي المونسنيور رافائيل طرابلسي النائب العام للأبرشية. شيح قام من بث يعاون الإكليروس في خدمة الأبرشية المجلس الأعلى للطائفة الكلدانية في لبنان والجمعية الخيرية الكلدانية
ورابطة الشبيبة الكلدانية، بالإضافة إلى الشماس الرسائلي رفائيل كوبالي والشماس الرسائلي داني شيبا والشماس الرسائلي توني الجدو والشماس جوزيف أيشو. واليوم فضلاً عن مدينة بيروت، يتواجد الكلدان في شتى المناطق اللبنانية، لا سيما في جبل لبنان وزحلة وطرابلس والمتن وكسروان. تستقبل الكنيسة الكلدانية في بيروت، وذلك منذ أعوام عدة، أكثر من 1300 عائلة عراقية وسورية كلدانية لاجئة في لبنان، وتقدم لها كافة أنواع المساعدات على المستويات المختلفة الصحية والروحية والطبية والاجتماعية. على النطاق التربوي، أنشأت الأبرشية الكلدانية في بيروت مركزاً تعليمياً مجانياً يفتح أبوابه لنحو 200 تلميذ تتراوح أعمارهم من 4 سنوات إلى 15 سنة. بالرغم من مواردها المالية المعدمة، لم تزل أبرشية بيروت الكلدانية تقدم الخدمات الصحية وتؤمن الحصص الغذائية للعائلات العراقية اللاجئة. ينبغي الإشارة إلى أن معدل عدد الأفراد في الأسرة اللاجئة يصل إلى 5، بما في ذلك القصار والعجزة الذين لا يستطيعون العمل. 70% من إجمالي هذه العائلات تحت خط الفقر، وتعوزهم الموارد الأساسية للعيش. اليوم ومع تردي الحالة الاقتصادية في لبنان، لم يعد بمقدور أبرشية بيروت الكلدانية أن تمد يد المساعدة للعائلات اللاجئة التي تركت بلاد الرافدين باحثة عن الأمان وسبل العيش الكريم. لم تعد أبرشية بيروت الكلدانية قادرة على تأمين الأدوية، لا سيما للذين يعانون من الأمراض المزمنة، وما عاد بمستطاعها أن تبتاع لهم مواد التعقيم أو الحصص الغذائية، علما أن المؤسسات الخيرية المانحة توجه اليوم أنظارها إلى سواهم. نشكر مطرانية الكلدان بلبنان على المساعدات اللي تقدمها للاجئين العراقيين. منذ بداية العام 2019 أحكمت وزارة العمل اللبنانية الخناقة على عمالة اللاجئين بسبب الضيقة الاقتصادية الراهنة. الوضع المأساوي الذي بلغناه يجبرنا على رفع الصوت عاليا ومنادات إنسانيتكم ومحبتكم وطلب نجدتكم في هذه الأيام العصيبة السوداء. من المستطاع إعادة رسم بسمة على ثغر طفل لاجئ بفضل تعاونكم ومساندتكم، عسانا نرجع الأمل السليب إلى أسر مقهورة حزينة. مؤسسات الأبرشية ومجالسها: مركز سانت ميشيل الطبي والاجتماعي. دشن هذا المركز الصحي والاجتماعي في العام 2011، وجهز بأحدث الآلات والماكينات الطبية، وهو يستقبل كل يوم عددا وافرا من الأطباء المهرة، يعينون أسبوعيا مئات المرضى في مختلف الاختصاصات دون ما تمييز بين طائفة أو جنسية أو انتماء. يتعاون المركز الطبي المجاني هذا مع مختبر ومع مجموعة من المستشفيات وإحدى الصيدليات بهدف توحيد الجهود وتقديم أفضل أنواع الخدمات الصحية والاجتماعية والوقائية التوعوية للعراقيين والسوريين واللبنانيين ممن يقرعون بابه طلبا للغوث والمساعدة. مركز مرطومة الرسول الثقافي والتربوي. لما كان التلامذة العراقيون المهجرون في لبنان غير قادرين على متابعة الدروس في المدارس اللبنانية التابعة للدولة، فقد أنشأت أبرشية بيروت الكلدانية في العام الدراسي 2016-2017 مركزاً يلقن فيه المنهاج اللبناني، وذلك في مبانٍ ملاصقة لمركز سيدة الرحمة الإلهية في سد البوشرية. يشرف على المدرسة مدير مركز سيدة الرحمة الشماس رفائيل كوبالي، تعاونه الآن سميرة قاصرجي بالتعاون مع طاقم من المدرسين. نشير هنا إلى أن هذا المركز مجاني بشكل كامل، بما في ذلك النقل ووجبة الفطور الصباحية. يتابع الدروس في المركز المذكور هذا حوالي 220 تلميذاً. مركز سيدة الرحمة الإلهية الاجتماعي،
تأسس في العام 2015 وهو يضم عدداً وافراً من الموظفين تحت لواء مدير هو حالياً الشماس رافائيل كوبالي. يستقبل المركز العائلات اللاجئة كل يوم ويسجلها في قوائم محفوظاته لتحظى دورياً بالمساعدات الاجتماعية والغذائية والصحية، وذلك بالتنسيق مع مركز سانت ميشيل الطبي والاجتماعي ومع الجمعية الخيرية الكلدانية الممثلة بالسيدة فابيان لحلو حكيم ومجموعة من المؤسسات المانحة. دير الملاك رافائيل للراهبات الكلدانيات. دعا المطران بدويد الراهبات الكلدانيات بنات مريم المحمول بها بلادنس لفتح رسالة في بيروت، فلبينا الدعوة وفتحنا لهن ديرا في رأس النبع بادئ الأمر، وتسلمنا إدارة المدرسة في الرميل. خلال الحرب اللبنانية انتقلت الراهبات إلى فرن الشباك، وفي عهدة سيادة راعينا المفضال المطران ميشيل قصرجي افتتح دير الملاك رافائيل للراهبات الكلدانيات بنات مريم المحمول بها بلا دنس في منطقة عين سعادي عام 2017 حتى يكون شاهدا للأصالة الرهبانية الكلدانية ومنبرا لهداية المؤمنين ومنارة للتقوى والسيرة الحميدة. واليوم يفتح الدير أبوابه للرياضات الروحية والمؤتمرات الثقافية المتنوعة. مدرسة أم المعونة الدائمة. أنشئت المدرسة لتكون علامة على حضور الكنيسة الكلدانية بين أبنائها المنتشرين في لبنان. يشرف على هذه المدرسة شبه المجانية مدير يعاونه فريق عمل وطاقم من المدرسين والنظار والإداريين، وتقدم التنشئة لمرتدي هذا المعهد بشتى الوسائل الحديثة والتقنيات التربوية الرائجة دون ما تمييز بين عراقي أو سوري أو لبناني، بين مسيحيين وغير مسيحيين. مدافن الكنيسة الكلدانية في منطقة الفنار عين سعادي. ابتدأ هذا المشروع الهام في العام 1995 وانتهى جزء مهم منه سنة 2001. يحتوي مشروع المدافن الملية على مساحة أرض تبلغ 4419 متر مربع، وعلى 66 من المدافن العائلية و222 من الأضرحة الفردية، ناهيك عن كنيسة القيامة وصالون لتقبل التعازي مع ملحقاته وبيت للناطور. المجلس الأعلى للطائفة الكلدانية في لبنان تأسس سنة 1950 وأعيد تفعيله وتعديل نظامه مرة أخرى عام 1984 ومرة أخرى عام 2017 ليتمثل فيه جميع أبناء الكنيسة في لبنان على اختلاف شرائحهم، حتى يبقى الجهاز العلماني الأول الذي يعارض راعي الأبرشية في إدارتها ورفع صوتها على المنابر السياسية والطائفية في لبنان وخارجه. يرأس هذا المجلس حاليا الأستاذ أنطوان حكيم. الجمعية الخيرية الكلدانية في لبنان وهي اليد الاجتماعية للأبرشية تسعى منذ العام 1936 تاريخ تأسيسها إلى مؤازرة الكنيسة في خدمة المحتاجين وذوي الفاقة من اللبنانيين والسوريين والعراقيين، حينما استحصلت من الحكومة اللبنانية على رخصة علم وخبر في 20 نيسان 1936 تحمل الرقم 823. تنسق الجمعية الخيرية مع مركز سيدة الرحمة ومركز مرطومة التربوي ومركز سانت ميشيل الطبي لكيما بتشابك الأيدي تقدم الخدمة الأفضل لكافة أبناء الأبرشية العزيزة بحسب حاجة كل منهم. ترأس الجمعية الخيرية اليوم السيدة فابيان لحلو حكيم. رابطة الشبيبة الكلدانية في لبنان أبصرت النور عام 1958 وتحاول مع المجلس الأعلى للطائفة الكلدانية في لبنان القيام بإحصاء شامل لأبناء الملة العزيزة للوقوف على أحوالهم وحثهم على المشاركة في حياة كنيستهم على المستوى الليتورجي والثقافي والترفيهي، مما يعزز لديهم الشعور بالانتماء إلى البيت الواحد الذي يفرح باجتماع أبنائه في كنفه الدافئ. رعية مار يوسف الكلدانية في سد البوشرية. يخدم الخولن الموسنيور رافائيل طرابلسي ويعاونه الشمامسة الكرام وجوقة تتميز بأدائها الفريد، ويعمل تحت لوائها عدد من الحركات الرسولية الناشطة
كمثل أخوية السيدات وجماعة محبة وفرح ولجنة تعليم أطفال المناولة الأولى ولجنة تنظيم المناسبات والاحتفالات الدينية. هكذا تستمر رسالة أبرشية بيروت الكلدانية في نشر كلمة الخلاص الإنجيلية والتبشير بالمسيح الفادي بالقول والعمل، لتبقى تلك النجمة التي هدت المجوسة قديما إلى موضع طفل المغارة نبراسا وكوكبا وضاءا ينير خطى السالكين في الدروب الوعرة وهم سائرون في مسالك الحياة الحرجة سعيا إلى من هو الطريق الحق والحياة. وها إننا ننتهزها مناسبة لنقدم من خلالها الشكر الجزيل لجميع الذين يمدون يد المساعدة والعون لأبرشية بيروت الكلدانية، أكانوا مؤسسات أو أفراداً، عساها تستطيع بفضل الله وتضافر القوى أن تستمر في رسالتها الإنسانية والروحية وتقدم المسيح الكلمة لكل إنسان نهج حياة وطريق خلاص. ألا أسبغ الله على المحسنين فيضاً سخياً من إنعاماته الفائضة وأهطل عليهم بركاته الوافرة.